تبادل المعلومات التقنية. المرجو منكم تفعيل الجرس من أجل التوصل بكل ما هو جديد، والضغط على الزر الأحمر المشير إلى الإعجاب، وذلك قصد تشجيعنا على مواصلة المسير. كما يرجى منكم اشتراك فيديوهاتنا لتعم الفائدة الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم محمد خلوق. إن شاء الله اليوم نتقاسم معكم مع التطبيق، وهذا التطبيق إن شاء الله كالعادة احنا غادي ندخلوا نشوفوا وظيفة التطبيق ما هي. بسم الله كاملون دخلوا التطبيق. أول ما دخلنا التطبيق أعطانا واحد الشاشة صغرى وسط الهاتف، وهذه الشاشة هذه كاملون لوغو هنا غنطلعوا فيها بجوج صبعان، نطلعوا نشوفوا واش كيحتوي على فيسبوك انستغرام يوتيوب نشوفوا تويتر ويكيبيديا الى اخره. المهم هذا التطبيق الوظيفه ديالو انه مثلا نفتحوا مثلا على سبيل المثال الفيسبوك، مثلا بغينا نتصفحوا في الفيسبوك وفي الواتساب في نفس الوقت، ممكن اننا مثلا على سبيل المثال انستغرام فيسبوك ندخلوا الفيسبوك. احنا دخلنا الفيسبوك، الفيسبوك هو هذا انشاء حساب جديد. المهم انا ما فاتش فيسبوك، المهم عاود التجربة. ممكن اننا ندخل الواتساب مثلا، ها هو الواتساب، غادي ندخل الواتساب واتساب. ممكن انني نتصفح تبادل المعلومات التقنية ايشانج تك، ندخل الواتساب، وممكن لي ندخل الفيسبوك تسجيل دخول انشاء حساب جديد هنا فيسبوك عندنا حصل على فيسبوك هنا الفاليدي بصبعي. نشوف رقم الهاتف شوف هنايا عفوا باش ما نضيعوش الوقت. حصل على فيسبوك حصل رقم الهاتف كلمة التسجيل او حصل فيسبوك اون بوتون هنا فيسبوك هنا اون بوتون هنا ممكن لينا الرجوع باش نرجعوا مثلا ناخذوا فيرست ادابتيف براوزر مثلا في الفيسبوك، وبغينا نرجعوا مثلا لتطبيق اخر مثلا يوتيوب، ندخلوا مثلا اليوتيوب وكيتبقى عندنا نفس اليوتيوب. هو احسن كوميونيكاسيون هو اليوتيوب، وفي نفس الوقت انا باقي في فيسبوك تبادل المعلومات التقنية باقي في عفوا في واتساب. وهنا كما قلت لكم احسن كوميونيكاسيون هنا ممكن يرجع هنا فافيكون برباك بوتون هنا ابحث او اكتب الموقع هوم هوم كاملون لوغو هنا دو فيرست ادابتيف براوزر ديتاك ولا بغيت نخرج بحالي في لايك برباك بوتون عفوا هنا اغلاق اغلاق الا بغيت نخرج من التطبيق اغلاق. نعاودو ندخلو للتطبيق ونشوفو شاشة سانسيون اعدادات ندخلو ها هو نجو هنا عفوا هوم بوتون ما قلنا ديالاش هنا URL بوتون تحجيم الأزرار التحجيم الأزرار بمعنى أنا لو بغيت نكبر الصورة أو نصغرها منيو بوتون هنا الموني الإعدادات ديالو إغلاق وهنا إغلاق إلا بغيت نخرج بحالي يعني. ونخليكم تكتشفوا هذا التطبيق يعني أنا عجبني وحبيت أنني نتقاسم معكم. تحياتي واحتراماتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.